في التعليق السياسي واشنطن ليست وسيطا. قتل الأسير المزدوج الجنسية الأمريكية والإسرائيلية هيرش جولدبرغ بولن، فسارعت واشنطن إلى تحميل حماس، حركة حماس، مسؤولية مقتله. وقال الرئيس الأمريكي شوها الأبضاي خلال لحظات بعد انتشار نبأ العثور على الأسرى الإسرائيليين قتلى، شو قال؟ إن حماس ستدفع ثمن قتل مواطن أمريكي، علما أن حماس قالت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن قتلهم، سواء بالقصف أو عبر تبادل إطلاق نار خلال هجوم بذريعة استعادتهم. بالأمس قتلت مواطنة أمريكية من أصل تركي، هي عائشة نور إزكي إيجي، بصورة لا يبس فيها أن ما قتلها هي رصاصات حية لجيش الاحتلال تقصدت قتلها في قلب تظاهرة سلمية في نابلس. اكتفى البيت الأبيض بإبداء انزعاجه وقلقه وطلب التحقيق الإسرائيلي بالحادث. رغم ذلك تدعي واشنطن أنها وسيط صالح للنظر بعين النزيهة في الحرب الدائرة في غزة بين هذه المقاومة التي تسارع إلى إدانتها وبين هذا الاحتلال الذي لا تنفك وتعمل على تبرئته. وبينما لا يتوانى المسؤولون الأمريكيون عن التحدث بلغة مضمونها، افتخار الرئيس بالمصريوني، تأييد الحرب بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، الأمريكان يعني بتروح جنوب أفريقيا ترفع دعوة على إسرائيل بجرم إبادة، بيطلع بلينكين بيقول هذا تحرك سخيف بكل وقاحة، بيهدد القضاة المحكمة الدولية علنا بكل وقاحة، بكل وقاحة يرسمون المال والسلاح الذي به يقتل الأطفال والنساء. هلأ قبل أيام قال واشنطن عم تهددنا انه يمكن تاخذ على خاطرها اذا ما صار في حل، واخر مره هلا راح تبعت نص اذا ما انقبل وما مشي الحال فواشنطن ستدرس ان تنسحب كوسيط. انا فعلا لما سمعت الكلام قلت انه عن جد الفلسطينيين لازم يسالوا حالهم، انه نحن لازم نزعل اذا انسحبت امريكا كوسيط. البعض بيصور ايه انه لازم نزعل لانه هذا يعني ان الامور ذاهبه الى الطحن والمدري شو، ليش الاسرائيلي مانعوا الامريكي من الطحن؟ محل ما قادر يطحن عم يطحن. الاسرائيلي طالما قادر ان يستمر بالحرب ولديه ما يكفي ليستمر بها، الامريكي لن يضغط عليه، وقد قال الامريكي ذلك. فاذا المفاوضات تصير ولا طعم، ودور الوساطه الامريكي صفر. اذا قرر الاسرائيلي انه لم يعد يستطيع احتمال الحرب، خلص صار بده يوقفها. ضغط داخلي، وجيش تهالك، ما عاد في مرابح، الخسائر اعلى من الارباح، بده يوقفها مثل ما عمل بحرب تموز 2006. راح يوقفها، كان في وساطه ولا ما كان في وساطه، بحرب تموز كان مجلس الامن، ما كان في وساطه. لا عربيه ولا امريكيه ولا من يحزن. كان في مجلس امن عم بيناقش. راح الاسرائيلي يتوسل قطر انه عجلوا اعملوا قرار وقف اطلاق النار ونخلص من هالقصه. هذا يعني اللي بيخسر إذا أعلن إنهاء الوساطة الأمريكية هو مين؟ إسرائيل. عشان هيك لم ينسحب من الوساطة. على كل حال لازم نقول من باب هيك الافتراض إنه إذا انتهت، يعني الفلسطينيين وضعهم لا يسمح بأنهم هن يطالبوا بإنهاء الوساطة الأمريكية، هذا أمر معلوم. لكن إذا حدث ذلك فهم لن يحزنوا ولن يكونوا هم من يخسر، وعلى من يخسر هو أن يطالب بعدم انهاء الوساطة. خفايا وكواليس. خفايا، قالت مصادر حقوقية متابعة للملفات المالية في لبنان إن الجمعيات والهيئات التي كانت تتابع بجدية وصدق، لأنه في منهم يعني إن جي أوز أوروبي أمريكي ما بهمه البلد، كان مع رياض سلامي، التي كانت تتابع بجدية وصدق يعني اللي ضد رياض سلامي ملفات الفساد المالي والشخصيات الاعتبارية في وزراء سابقين، في كتاب محللين، التي رافقت مسار في محامين مسار هذا الفساد وامتلكت معطيات كافية لتوجيه الاتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بالمسؤولية عن قيادة منظومة تبديد الودائع وتدمير الوضع المالي وإفلاس الاقتصاد. هاو كلهم جمعيات، هيئات، نقابات، نقابة المحامين، ليش ما بتدعي دخلكم بجريمة المرفأ؟ مش أخذت صفة الادعاء وصارت هي آلة التحريض على ان حزب الله له علاقه؟ ليش انا ما بتدعي نقابه المحامين؟ روح تاخذ صفه الادعاء الشخصي على رياض سلامه، طالما موقوف ب 20 دعوه يصيروا 21. والكل يروح، كل من يدعي
انه هو عمل ملف على رياض سلامه يروح يقدمه ويرفع صفه الادعاء الشخصي. وانا يعني ما راح اسمي، لكن انا ادعو اصدقاء كانوا في مناصب مسؤوليه ان يذهبوا ويتخذوا صفه الدعوه، ولديهم وقائع ومعطيات ومعلومات يضعوها في تصرف التحقيق. هذا لانه هذا واحده من القضايا اللي مثلها صار بالعالم. غالبا هذا النوع من القضايا لا يربح بالقضيه الاصليه، يربح بقضايا ثانويه تم ضمها الى الملف وكانت هي الملف الدسم. كواليس تدعو جهات دبلوماسيه الى الانتباه الى ان العوده للحديث عن الخيار العسكري ضد لبنان من الجانب الاسرائيلي يتم بصوره حذره وانتقاء دقيق للمفردات، بحيث ان كلمه شن حرب لم تذكر، هي اللي حكيناها بالاول، ولا مره على لسان اي مسؤول في كيان الاحتلال منذ 25 اب يوم رد حزب الله واستهدف الوحده 8200، الا عندما وقف وزير الحرب يوسف جالانت ليقول استخدم كلمه حرب ليقول الحرب مش هلا والحرب في المستقبل البعيد. اما الكلام الجديد فيتضمن مفردات من نوع عمليات واعمال، وهذا بس ما في كلمه حرب وردود قويه وسواها من مفردات متشابهه تتهرب من قول كلمه واحده حرب، متى الحرب؟ خلاص انسوا ما في حرب.